اهلا بكم مشاهير ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، جدد التحية على حضراتكم من محافظة دمياط. اليوم السبت بننقل لحضراتكم صورة حية من حالة الطقس في محافظة دمياط ومدن محافظة دمياط. الحقيقة احنا كلنا يعني بنترقب تغيرات وتقلبات جوية خلال الساعات المقبلة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية، ولكن احنا بنقول ان حالة الطقس في دمياط اليوم تشهد حالة من الاستقرار في كافة مدن المحافظة. اليوم السبت حالة استقرار في حالة الطقس عامة في مدن محافظة دمياط. تبدو الشمس مشرقة اليوم، درجات الحرارة مناسبة بنسبة كبيرة، والحرارة معتدلة. ده بيدي فرصة للعمل وبيدي فرصة لسروح مراكب الصيد والإبحار، سواء في بوغاز عزبة البرج زي ما حضراتكم شايفين حاليا نحن في المجرى الملاحي لبوغاز عزبة البرج، بنشوف المراكب موجودة وبنشوف حركة الصيد مع بداية الأسبوع. بتبدأ بعض مراكب الصيد التحرك للخروج في بداية أو مطلع الأسبوع. الجو يسمح بحركة الصيد والملاحة البحرية سواء في بوغاز عزبة البرج أو في بحيرة المنزلة. بالرغم من أن محافظة دمياط من المدن الساحلية يحدها البحر الأبيض المتوسط ونهر النيل، وهي تتأثر تأثر كبير بالجو الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، إلا أن الجو اليوم ما زال مستقر بنسبة كبيرة جدا. درجة الحرارة تتراوح ما بين 26 درجة إلى 27 درجة. بالرغم من توقعات الأرصاد الجوية لانخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية، إلا أن الطقس اليوم مناسب زي ما قلنا لحضراتكم، ولكن هذا لا يمنع وجود درجة استعداد قصوى لدى الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط ترقبا للطقس خلال الفترات القادمة أو خلال الساعات القادمة للتقلبات الجوية المرتقبة خلال الساعات المقبلة. ولكن نحن ما زلنا في طقس الخريفي وما زلنا في النصف الثاني من الخريف، من فصل الخريف. اليوم بنلاحظ ان الشمس مشرقه، ونلاحظ ان الغيوم متقطعه بنسبه بسيطه، لا توجد تكاثف للسحب في السماء زي ما حضراتكم شايفين، ولكن الجو صافي بنسبه كبيره. الا ان الدكتوره منال عوض محافظ دمياط كلفت كافه الاجهزه المعنيه بالمحافظه وعلى راسها الوحدات المحليه وشركه مياه الشرب برفع درجه الاستعداد استعدادا للتقلبات الجويه المرتقبه والمنتظرة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. الحقيقة احنا عندنا كافة الوحدات المحلية رفعت درجة الاستعداد منذ أيام بتجهيز المعدات اللازمة لاستقبال موسم وفصل الشتاء، وكذلك تسليك بلوعات الأمطار في الشوارع وإجراء تجارب عليها، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بمحافظة دمياط بتجهيز معداتها من أوناش لسحب المياه وتسليك بلوعات مياه الأمطار والمجاري المائية في المحافظة، وأيضا بالتنسيق مع مديرية إدارة الري بمحافظة دمياط للعمل على المصارف والترى والبحيرات. الحقيقة في درجة استعداد واضحة خلال الفترة الماضية. يمكن احنا كان عندنا بروفة من فترة، بروفة شتاء كان تأثرت بعض الشوارع، ودي كانت بالنسبة بمثابة بروفة للأجهزة المعنية لتضع يدها على الأماكن أو المناطق التي فيها خلل بالنسبة لبلوعات الصرف، وتم تسليك هذه البلوعات وصرف مياه الأمطار، وكذلك تجربة معدات شفط ورفع ونسح المياه من الشوارع. هو يتوقع طبقا لرؤية الأرصاد الجوية
يتوقع سقوط امطار متوسطه الى غزيره، قد تكون رعديه على بعض المناطق مع وجود غيوم وسحب كثيفه في معظم المحافظات الساحليه، وتحديدا منها 7 محافظات، منها محافظه دمياط باعتبار انها محافظه ساحليه تتاثر بجو الشتاء وفصل الشتاء. احنا بنقول الحمد لله النهارده ما زال الطقس خريفي، الطقس يساعد على الحركه والعمل باعتبار ان محافظه دمياط تعتمد على اسطول الصيد البحري في بوغاز عزبه البرج، وهو يمثل 65% من اسطول البحري المصري، وكذلك يوجد بها بحيره المنزله والمراكب التي تعمل في مجال الصيد ببحيره المنزله، علاوه على ذلك بان محافظه دمياط هي محافظه صناعيه من الدرجه الاولى، تعتمد على عمل الاثاث والحلويات، وموسم الشتاء بيكون بمثابه تاثر كبير على هذه الورش وهذه الاعمال التي تحتاج الى وجود طقس مناسب للخروج والعمل والسعي على الرزق. نأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون درجات الحرارة ما زالت طبيعية ومستقرة، ونتمنى أوقات سعيدة لكل متابعينا على موقع وقناة اليوم السابع. نشكركم على حسن المتابعة. كان معكم معتز الشربيني مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة دمياط.